الله. النهارده الشركه المصريه للاقمار الصناعيه النايل سات قررت وقف 12 قناه فضائيه وقفا مؤقتا لحين تصويب مسارها وتغيير رسالتها الاعلاميه بما يحقق الالتزام بضوابط تعاقدها مع شركه النايل سات والتزامها التام بثوابت الاديان السماويه وعادات وتقاليد المجتمع المصري والعربي والتوقف عن اثاره النعرات الطائفيه والحد من ازدراء الاديان والتزامها بميثاق الشرف الصحفي والاعلامي، كما انذرت الشركه ايضا 20 قناه اخرى بالالتزام بالعقد. حاله الضبط والربط اعلاميا تجري في طريقها. لو تفتكروا الأسبوع اللي فات تم وقف 4 قنوات برضو بطريقة مؤقتة لتجاوزها الترخيص الممنوح لها، واليوم هيئة الاستثمار بالإضافة إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات بتوقف 12 قناة وتنذر 20. يعني الحقيقة البيانات اللي طالعة سواء من وزارة الإعلام أو من هيئة الاستثمار أو من النايل سات كثيرة، بس احنا هنبقي هذا الكلام لأن هيبقى معانا رئيس مجلس إدارة شركة النايل سات الشركة المصرية للأقمار الصناعية، فهو يعني مسؤول ويتحدث عن المصدر بطريقة كافية. لكن هو من الواضح ان الكلام يتحدث عن حالة الضبط والربط للفوضى الإعلامية التي كانت تحدث. اولا تراخيص طلعة بشيء وبث إعلامي كان ومضمون برامجي بشيء تاني خالص، بالإضافة الى اشياء عن الشعوذة والدجل والعودة بنا الى القرون الجاهلية. قبل ما اودي حضراتكم لهذا التقرير اللي عمله لنا فريق الإعداد، اقول لحضراتكم بس عشان المتابعه الخبريه تكمل اسماء ال 12، مش مهم ال 20 المنذرين دول هتلاقوهم في الصحف بكره، بس اقول لكم اسماء ال 12 قناه بس عشان تبقوا عارفينهم. القنوات هم 12 قناه، في 4 قنوات توقفت لانها تتعرض للاديان السماويه والعقائد وترويج الدجل والشعوذه والخرافه. قناه صفا وقناه ايات وقناه الاثر وقناه اهل البيت، وكل القنوات دي ليهم اسماء شركات، بس انا مش هصدع حضراتكم باسماء الشركات، كل شركه عارفه نفسها، لكن انتوا عارفين على الاقل اسم القناه واللوجو اللي بيبقى على الشاشه. قناه صفا، قناه ايات، قناه الاثر، قناه اهل البيت. اما القنوات التي توقفت لانها تروج لاساليب علاجيه غير مصرح بها ولدجل وشعوذه ومنتجات طبيه غير مصرح بها، فهي قناه مرج الخليج، قناه ريحانه، قناه الرقيه، قناه عالم حواء. ده بقى اللي هو ايه، خد شويه عشب وحطه تحت المخده واغليه ومضمضه 3 مرات فيطلع لك شعر في ودانك، والكلام اللي احنا بنسمعه 24 ساعه في القنوات، وللاسف للاسف في ناس بتصدقه. اما بقى وده نركز فيها شويه، القنوات المتجاوزه اجتماعيا لانها تقدم بعض الاشياء التي تمس الحياء العام اللي بنسميها بين قوسين اشياء اباحيه. قناه ايميل @tv.channel، قناه مرح تي في الفضائيه، قناة سترايك وقناة لايف تي في. انت عارفة القنوات دي بتشوفيها؟ ساعات يعني بتقلب كده عليها بتلاقي حاجات غريبة فبتحول يعني. الحقيقة دي قنوات بقى اللي هي بتجيب بنات لطيفة، وانا اسف على كلمة بنات لطيفة بس في لفظ تاني ما اقدرش اقوله، وتجيبهم 6 ساعات الشيفت 6 ساعات على الشاشة ويقعدوا يقولوا لها هتميسي وتدلعي وهاتلنا تليفونات وحاجات بقى قميئة، وحتى تقولوا مثلا طب ما هو ده اعلام وتواصلي وتفاعلي وتفاسخي، بس الكلام بقى ما ينفعش. الاسئله اللي بتتسال بقى ومش عارف ايه وايه اللي موجود في اوضه النوم، فيقول لها الدرج، تقول له لا ايه يا اخوانا، ده احنا لو قاعدين في سهره حمراء مش هيطلع الكلام ده على الشاشه. ده بقى يعني دوروا فيه غير سترايك كتير ده، وانت كل 3 4 قنوات في قناه كده تلاقي واحده لطيفه قاعده بيدوها ما اعرفش 15 جنيه بس تجيب تليفون. حقيقي بتبقى واقفه مش قاعده على طول واقفه يعني وسعيده دائما. هي الحمد لله ان القناه دلوقتي هي اللي بقت واقفه، لان الكلام ده لا يصح ولا يجوز، وكان للاسف الشديد مفتوح على قنواتنا، مش حتى مش قنوات مشفره، مفتوحه، فاولادنا بيتفرجوا وبيشايفين ان هو ده الاعلام، ومياصه ومرقعه والفاظ، والتليفونات اللي بتخش بتبقى كلها اسقاطات وايحاءات جنسيه وشيء مبتذل جدا جدا جدا. ويا ريت بقى في بقيه حاجات، والنبي انا مش عارف من غير ما يزعلوا مني بتوع القناه دي، بقيه ارسال القناه كويس، بس يا جماعه وقفوا موضوع بتاع وديع وحمزاوي وبتاع ده، كلام قليل ادب جدا. موضوع المسمار والموزة وبوبي وانا اللي هاخد الدور وحمزاوي ومنك لله يا حسين ومنك لله يا ابراهيم، ما هو ده برضو ايحاءات واباحات. طب نروح نشوف الكليب ونرجع نسأل رأي الاستاذ احمد انيس. عبير انت حلوة بحبك بدي رقمك، اكيد ما في عشان رقمك، عيد الشغلة الوحيدة اللي ما تسبوها مني. بوجه لكم تحية كتير كبيرة لكل أهالي اليمن. قولي إجابتك إيه يا أسطول؟ 317. 617، خلينا نشوف إجابة ياسر صح ولا غلط.
بس لسه ما جاتش معاك. يلا معلم عايز اقول لك حاجه. هو الموضوع يخرب بيت فقرك على الصبح. ايه يا ابني ده؟ الو يا ربا قلت وينك يا الفرج جالي جيت وشفت لي حولك الف صاحب وخفت اسفف لك حاران يوم ضاقت قلت وينك يا الفرج جالي جيت وشفت لي حولك. كل واحد يفتح اوضه النوم ويتفرج اللي لسه ما اتقالش، الحاجه اللي احنا عايزينها، الحاجه اللي حروفها واضحه زي الشمس والدم. ركز في اوضه النوم ماشي، وتركز ان في جايزه جامده قوي، في 8000 دولار وعندنا كمان اوضه نوم جامده قوي من دمياط. الو ايوه مين معايا؟ الو معاك يا احمد. بنحبك يا احمد تاني اهي. متشكر جدا جدا. كلك ذوق يا جميل. يلا ايه الحاجه اللي في اوضه النوم؟ هقول لك ايه؟ بصي هي حاجتين. لا حاجه النون. واحده يا حرف النون؟ ما اعرفش حاجة واحدة؟ في اوضة النوم؟ اه. أنا عايز أقول على حاجة مهمة جدا 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 جدا، إن للأسف الشديد قبل كده حصل موقف محرج جدا على الهوا، والغبي سوري إن أنا أقول عليه كده عمل الموقف ده وفعلا تعرض للمسألة القانونية، وفعلا دلوقتي هو معرض للمسألة القانونية، يا إما الدفع مبلغ وقدره أنا مش هقول كان، يا إما الحبس. فإن يبقى في حد عنده الجرأة إن يعمل حاجة زي كده يا ريت يتحمل مسؤولية الكلام ده، وتفرجوا وشوفوا اللي هيحصل لل أنا مش هقول إن هو راجل رجعي ومتخلف اللي عمل حاجة زي كده. إحنا هنسيب الكلام ده للشؤون القانونية والمحامين بره يتصرفوا معاه، ونرجع تاني ونكمل الجيم، وبعتذر لكم عن واحد مش محترم زي الراجل ده، ونكمل تاني العلبة دي فيها إيه ماشي؟ 12 دقيقة أو 13 دقيقة يلحقوا يسيبوا الثلاثة دلوقتي معانا فيها كتير كتير، كل الناس توصل معانا بسرعة جدا.